هواية تحولت لشغف ثم قادها التدريب نحو الاحتراف. فحين يغمس الخطاط العراقي وائل عبد الكريم الرمضان ريشته في دوات الحبر ثم يرسم بها فوق لوحة ورق، يبدع قطعا فنية نادرة من الخط العربي من أجل إنقاذ فن يقول إنه يحتضر. فمنذ نعومة أظفاره كان وائل يجلس إلى جوار والده أثناء رسمه الحروف العربية بتفاصيل مبهرة، وعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية حاول أن يحافظ على فن يحتضر بعد أن تخلى العديد من الخطاطين المهرة عن العمل من أجل وظائف أكثر استقراراً. لوحات جميلة وحروف مزركشة وصور من الخط العربي يخطها من درس كتابة الخط ليعمل لاحقا معلما للخط بمدرسة في مدينة البصرة، فيما شارك في أعماله الفنية في أكثر من 60 معرضا داخل العراق وخارجه. ويروي الخطاط العراقي جملة صعوبات واجهته في مهنته التي عزف عنها كثير من زملائه، فهي لا تؤمن مصدرا مستقرا للدخل، رغم أن بعضا من اللوحات قد تباع بمبلغ يتراوح بين 1000 و1500 ألف دولار، إلا أن الرمضان يقول إن ذلك لا يكفي لتوفير دخل ثابت، ويحذر من أن هذا الفن قد ينقرض ما لم يهتم به المسؤولون في البلاد العربية والإسلامية.